وأنا عضو من الكونفدرالية المغربية لفنون الطبخ، وأنا مغربي قبل ما نكون عضو في أي بلاصة، أنا مغربي حر، وحاولت بما أمكنني أنني نشارك أخوتي الطباخين في هذه البادرة هذه اللي من الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، باش نقدروا نساهموا. ساهمنا في جوج ديال الأمور، يعني احنا كمتطوعين كنطيبوا للناس المتشردين في الشوارع والطاقم الطبي ورجال الأمن ورجال السلطة، تطوعا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، واليوم تطوعنا كاملين باش نعطيوا الدم لإخواننا اللي أوسبيتاليزيو مرض في المستشفيات. كتعرفوا لأنه يعني فاش كتكون الأوبئة وكيكونوا المشاكل، فين كتعرف المعدن ديال الشعوب والمعدن ديال الشعب المغربي الحمد لله حر وأصيل، وبزاف ديال الناس عبروا على الحب ديالهم للوطن. كل واحد وشنو دار، كاين اللي طيب، كاين اللي عطى الدم، كاين اللي عطى اللي كتب الله في هذاك الصندوق اللي انشا صاحب الجلالة نصر الله وأيده. وانا من هذا المنبر كنبارك ليه شهر رمضان الكريم، وكنبارك لجميع المغاربة وفي أرض المهجر وفي الوطن وجميع المسلمين والمسلمات، وكنقول لهم الله يجعل التطوع ديالكم في ميزان الحسنات ديالكم، يعني ولو تطوعتوا بقدر قليل من المال اللي عنده دارو عنده رزقه يفرح، ولكن ما تنساوش على انهم كاينين عائلات ربما تكون الطاولة ديالهم في رمضان بائسة، خصنا ندخلوا عليهم السعادة وندخلوا عليهم الفرحة باش ما يحسوش بالقنطة وباش ما يحسوش بالفقر، قبح الله والفقر. ولكن الحمد لله المغاربة كرماء، وكنظن ان شاء الله كل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير. الناس راه كرماء بزاف، يعني بزاف ديال المبادرات تخلق وما عرفنا واش منين كيخرجوا بزاف ديال الناس كيطوعوا، شركات وزينات كتجي السلعه الحمد لله، مازال كاين الخير في البلاد. حتى الفرق ديال كره القدم للرجاء والوداد اللي طوعوا، يعني بان المتتبعين والمشاهدين والالتراس كلهم شراو يعني لي تيكي والتذاكر. شتي هذا الشيء فاش كتحس به وفاش كتشوفه كتفرح انك تكون مغربي، وكتقول الحمد لله انني مغربي، والحمد لله انني حط رجلي في هذه البلاد هذه، والحمد لله حنا مقطرين من عند صاحب الجلاله الله ينصره ومجندين من موراه، ويعني كتجي الغيره على الشعب ديالو وحامينا. وكنشكروا المجهودات ديال رجال الامن ورجال السلطه والطاقم الطبي اللي كيخدموا اش 24 ساعه وكيخاطروا بالحياة ديالهم باش حنا نكونوا هانيين في الدار ديالنا، والله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله رفعا مبينا، والله يدخل علينا هذا الشهر بمزيد من العطاء ويخلي المغرب ديما قوي ويخلو ديما قدوة لشعوب اخرى. الله يهديكم، اللي ما بغاش يلتزم بالحجر الصحي الله يهديكم، الله يهديكم. إذا ما جاتكمش الغير على بلادكم تجيكم الغير على أولاد بلادكم والعائلات اللي مساكن كتوفى. كفانا جنائز، كفانا جنازات غاديين بوحدهم ما تابعينهمش الناس، كفانا نشوفوا دوك المناظر ديال دوك الصنادق اللي كيحطوا فيهم الموتى اللي تقاسوا بالوباء، كفانا حب النفس، كفانا يعني حقد، لانه هذا نوع من الحقد انك ما تفكرش في خوك المغربي. هذا بلاء بلانا به الله سبحانه وتعالى باش نجلسوا في ديورنا باش نراجعوا نفسنا ونراجعوا الدين ديالنا ونتقربوا من الله عز وجل ونخويوا قلبنا من الحقد والحوايج الخايبه ونعمرهم بحب الله وبحب الوطن وحب الشعب. يعني الا ما التزمتيش بدارك راه ما خصكش تبقى تكون مغربي. الفيدراليه المغربيه لفنون الطبخ غتبقى مواكبه ان شاء الله حتى يرفع علينا ربي البلاء، غنبقاو مجندين وراء صاحب الجلاله. كنفكروا في المغرب وكنفكروا في الرايه وكنزيدوا نتقواو. كاين 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 البرنامج الجديد ديالي وصفات تدوير الزمن على مواقع الاجتماعيه، تابعوني سيمو ماستر شيف المغرب 2018، غادي يكون فيه وصفات تدوير الزمن، وصفات بسيطه واقتصاديه بحال الشباكيه وسلو الامور اللي هما الشهوات ديال شهر رمضان، ولكن بطريقه اقتصاديه ورخيصه بزاف باش نبينوا للمشاهدين على انه عندك ما عندكش غتاكل مزيان، خصك غتعرف كيفاش تدبر الامور ديالك في المطبخ. داكشي باش خلقت انا الهاشتاج شباكيه بلا حدود، غادي ندير لايف هذا الاسبوع ان شاء الله، غادي نحط المقادير ديال
ديال الشباكيه اقتصاديه، كطيب في الفران وكطيب بامور اقتصاديه بزاف وصحيه، يعني بحال دقيق الشوفان بحال الايلان. وغادي ندير واحد لايف اللي غادي يدخلوا ليه جميع المغاربه في الارض المهجر وفي المغرب، اللي غادي يتبعوا معايا كيفاش كنديروا الشباكيه، وغادي يديروها معايا في نفس الوقت، وغادي نجاوب على الاسئله ديالهم وغادي نتواصل بهم. يعني الشباكيه اخترقت الحدود وغادي تدوز البلدان على طريق اللايفات ديال الشيف سيمو ديال الجاليه. انا كنت تغربت 25 سنه في حياتي كنحس بكم، ولكن كنوا على يقين لانه الا نتوما ما كاينش في المغرب راه المغرب معكم، راكم في قلوبنا وراه الرايه كتجري في الدم، وراه الله سبحانه وتعالى داير بحسابكم، وصاحب الجلاله الله يخليه لينا راه هو كيفكر في كل عضو من الاعضاء ديال عائلته، لحقاش نتوما وحنا وليداتو وعمرو غادي يتخلى عليكم، وتا حنا عمرنا غنتخلاو عليكم. واخا بيناتنا الكيلومترات ولكن الحب ما عندوش حدود، حنا كنفكروا فيكم، ودابا يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء، وغادي نتلقاو لكم في مطار ان شاء الله ديال المغرب، وغادي نفرحوا بكم وغادي تفرحوا بالعائلات ديالكم. من هذا المنبر كنحيي جميع المحبين ديالي، وكنقول لكم انا راه ولد باب الله، انا ولد الشعب، واللي عطى الله غنقسموا معكم سواء خبزه ولا فكره. التزموا ببيوتكم وديروا الكمامه للسلامه، والرايه محتاجه لكم. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.